اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، نجم الكبير وصديقي واخويا وحبيبي وعشره 30 سنه، بس عشان ما نكبرش بعض. ازيك كابتن طارق؟ ازيك يا كابتن؟ منور، سعداء جدا بوجودك معانا النهارده في بيتك. طبعا انا اسعد والله ان انا معاك النهارده، وطبعا اكيد في البيت الكبير وفي قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك دايما وانا جاي، وببقى عارف ان انا جاي معاك ببقى سعيد جدا يعني. ربنا يخليك، ده شرف لينا. لعيب كبير وتاريخ كبير. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يوفقك ومبروك العوده يعني. ربنا يخليك يا كابتن طارق. يعني في البدايه حضرت نهائيات كتيره جدا جدا، ايه الوضع؟ حضرت يعني انت دلوقتي بتفكر في الموضوع ازاي؟ والله طبعا مفيش شك ان النهائي دايما بيبقى هو التتويج بقى، هو بقى يعني خلاص انت وصلت يعني رغم ان هي انت بتتكلم مراحل صعبه قوي عديت بيها وظروف صعبه كتير في اثناء طبعا دور المجموعات وقبل دور المجموعات من اول دور 32 طبعا، بس برضو في ظروف صعبه يعني. في انا فاكر في مباراه انت لو ما كنتش كسبتها، لو كنت تعادلت كان يبقى الوضع بتاعتك صعبه جدا جدا. المباراه كسبتها 3-0 بره في دور المجموعات، في دور المجموعات كانت مباراه صعبه جدا. فان انت بتوصل للتتويج بقى في اخر مباراه، وزي ما كان كريم وثابت بيتكلموا طبعا، انا كنت حضرت اتفرجت على الفقره يعني. فلا زي ما بنتكلم على الفرقه، هي فرقه ممكن يعني خد بالك ممكن تبقى المباراه تبقى تتسهل قوي 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 فعلا لو جبنا جون بدري، والمباراه ممكن على فكره تخلص بسكور كبير، وممكن المباراه تصعب قوي انت ما انتش عارف هو ده. عشان كده احنا بنقول كلمه عشوائيه ان هي مش عارف تعمل لفظ ايه. انت قلت لفظ مش عارف امسكها تتمسك منين دي يعني. ففعلا ممكن تخسر 4 وممكن المباراه الثانيه تكسب 3 وممكن يعني مباراه فعلا الفريق العشوائي ده انت بتبقى حذر جدا. ففي نقطه مهمه قوي قوي قوي، وهي واحنا بنهاجم احنا هنهاجم كتير ويبقى في تكتل دفاعي زي ما كنت بتكلم مع كريم ومع ثابت. الاهم بقى من ان انا هاجم وان انا ابقى ان انا برافو عليك الاثنين اللي واقفين ورا مع الشناوي، ازاي انا ابقى حذر جدا وابقى واقف صح، يبقى في واحد الراجل ده على طول يبقى في صدره والتاني يبقى على طول عامل خطوتين ثلاثه لورا. وده دايما بيبقى من الشناوي، بقى دايما الشناوي بيتكلم في النقطه دي، دايما عينه على الاثنين اللي قدامه اللي هم غالبا يبقى في نص الملعب. الحاله دي الشناوي بيفضل واقف في المرمى؟ بص في مثل في الماتشات اللي زي دي يعني لا يبقى جوه المرمى؟ لا طبعا بيبقى بره 18 بيبقى برضه هو يعني ممكن يبقى على القوس، ممكن يبقى ابعد شويه، ممكن يبقى تحت شويه، حسب الاثنين اللي واقفين فين اللي هو الاثنين السرد باكين. وغالبا بيبقى في نص الملعب. نص الملعب بيبقى انا كمان بره 18 تمام. ما انا بمشي يعني انا بشتغل بتحرك مع الاثنين دول. طب الاثنين دول واقفين مثلا في نص ملعب، انا بقى بره 18 حطينا انا ورا الخط الضهري بالكامل بيطلع، انا كمان بعمل ايه؟ بطلع معاه عشان لازم انا بقى قريب ليه؟ ممكن يبقى في كوره انا شفت كوره في الفيديو جابوها في الفيديو اللي جون طلعها، كان لازم الجون يطلع ياخدها. الكوره يعني كان فيها خطوره، كان هجمه ما كانتش هجمه مرتده قوي قد ما هي هجمه، قد ما هي كوره طويله اتلعبت ايوه يعني الهجمه المرتده دي احنا نعرفها ايه؟ ان بيحصل كام باص لحد ما توصل جوه 18. الهجمه المرتده تبقى عباره عن كوره طويله والراجل بيبقى يعني بيبقى واقف وفجاه بيسرق السيرد باكين او الباكين او الباك والسيرد باك يعني او الباك او السيرد باك والديفندر حسب بقى ممكن يبقى فيه مثلا على حسب الاثنين اللي واقفين حسب الاثنين واقفين ممكن يبقى فيه مثلا السيرد باك بيطلع في كورنر للاهلي يعني ممكن، انما ويبقوا مسارق والكره بتلعب طويله. فلو حارس المرمى واقف جوه 18 هيبقى بعيد هتبقى انفراد اوكي، فهتبقى صعبه زي الكره اللي احنا شفناها. الراجل شاط من جوه 18 بحوالي 9 يارده او 10 يارده. طب فين الجون؟ طبيعي ان الجون يطلع ياخد كرة اول ما تخش جوه 18 بيرضى لو هو متمركز صح. فدي من الحاجات اللي بقول لك عليها ان الشناوي متمركزه في المباراه دي مهمه جدا جدا لانك انت ممكن تقف كتير الكره ما تبقاش عندك بس تحركك خارج ال 18 ده مهم جدا.